السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم موضوع مهم بالاي سي جي، وايضا يهمنا بالحاله الارثميه وعدم انتظام ضربات القلب، وطبعا بالادويه المستخدمه في الانتي ارثميك. فراح اشرح لكم موضوع اللي هو كارديك اكشن بوتنشال، او الاكشن بوتنشال، او جهد الخليه اللي يحصل داخل عضله القلب وكيفيه تحفيز عضله القلب. مثل ما نعرف احنا، اي خليه في الجسم تحتوي على ايونات موجبه وايونات سالبه تمثل الكهرباء داخل الخلية. طبعا عندنا الايونات الموجبة داخل الخلية بشكل اساسي متكونة من ايون البوتاسيوم اللي يكون موجود بشكل اكثر داخل الخلية من خارج الخلية، وبالتالي يكون معظم الشحنة الموجبة داخل الخلية، اضافة للبروتينات اللي تحتوي على امينو اسيدز وايضا تحتوي على الشحنة السالبة. طبعا كمية البروتينات تكون داخل الخلية كثيرة، وبالتالي محصلة الشحنة داخل الخلية تكون سالبة. راح نرمزلها بالرمز سالب. طبعا هذا عبارة عن غشاء الخلية، فمن الداخل راح يكون سالب ومن الخارج راح نشوف شلون راح يكون. طبعا عندنا هنا ايونات الصوديوم والكالسيوم والكلورايد، معظم الشحنة الموجبة تأتي من ايونات الصوديوم اللي تكون اكثر خارج الخلية، وبالتالي تكون كثيرة فتكون موجبة، اضافة للكالسيوم ايضا موجب، واضافة الى كمية من الكلورايد اللي يعطي الشحنة السالبة، ولكن محصلة الشحنة خارج الخلية تكون أكثر من الأيونات الموجبة، وبالتالي تكون موجبة الشحنة. طبعا هذا الترتيب بين سالب وبين موجب هذا يسموه الممبرين بوتنشال أو جهد الخلية. هذا لما يتغير أو الشحنة الموجبة تنتقل للداخل والشحنة السالبة تخرج، في هذه الحالة راح يصير عندنا عملية الأكشن بوتنشال أو راح تتحفز الخلية. طبعا مثل ما خبرتكم الكمية تحتوي على كمية أعلى من البروتين، وبالتالي تكون شحنتها ومحصلة الشحنة سالبة، فأعطيت كمثال سالب 85. طبعا تختلف كمية الفولتية من خلية لخلية على نوع الخلية، لكن أنا أتكلم عن خلايا القلب، فكمثال أعطيتها سالب 85 ملي فولت أي تكون سالبة. فلما تحصل عملية أكشن بوتنشال أو عملية تحفيز للخلية راح تنتقل نحو الشحنة الموجبة حتى تحصل العملية. فحتى تنتقل نحو الشحنة الموجبة احنا محتاجين دخول شحنة موجبة لداخل الخلية. طبعا الشحنة الموجبة اللي تأتي من الخارج وتدخل الخلية متكونة من ايونات الصوديوم بشكل اغلب، فلما تدخل ايونات الصوديوم موجبة الشحنة داخل الخلية راح تزيد كمية الشحنة الموجبة داخل الخلية، وبالتالي راح تحصل عندنا عملية الاكشن بوتنشال. وكبداية العملية راح تحصل عملية اسمها الدي بولاريزيشن. طبعا في هذه المرحلة راح تكون عملية سريعة لأن أغلب قنوات الصوديوم راح تفتح، فراح تسمى عملية الرابيد دي بولاريزيشن أو عملية نزع الاستقطاب السريعة، راح نكون بهذه الطريقة، راح تكون عملية سريعة. طبعا هذه العملية متمثلة بدخول آيونات الصوديوم بشكل كبير، فراح نسميها صوديوم انفلكس. طبعا هذه يسموها المرحلة الأولى أو فيز مرحلة الصفر أو فيز زيرو في القلب، وليست بالمرحلة الأولى، فيز زيرو أو مرحلة صفر. ثم بعدها في هذه المرحلة راح نشوف ماذا راح نشوف؟ راح نشوف توقف في قنوات الصوديوم، أي معظم قنوات الصوديوم راح تسد، وبالتالي كمية الشحنة الموجبة الداخلة راح تكون قليلة، ونلاحظ خروج البوتاسيوم أو بعض أيونات البوتاسيوم راح تبدأ تخرج. لاحظ خروج للبوتاسيوم اللي أيضا يحتوي شحنة موجبة من داخل الخلية نحو الخارج، وبالتالي راح تبدأ تقل الشحنة الموجبة، فراح تتوقف، راح نلاحظ بعض خروج أيونات البوتاسيوم طبعا مع توقف تقريبا لدخول الصوديوم، توقف تقريبا لدخول الصوديوم ليس بالكامل لكن جزئيا، وبالتالي راح نشوف هبوط في الممبرين بوتنشال او جهد الخليه من الموجب نحو تقريبا الصفر. هذه الحاله راح تسمى ب فيز الاول، لكن بعدها راح نلاحظ انه جهد الخلية راح يظل مستقر على خط واحد. هذه العملية نسميها طبعا
لا تو فيس او الهضبه تكون مستقره. في هذه المرحله عندنا ايش يصير؟ ايونات البوتاسيوم لا تزال تخرج، لكن عندنا ايونات الكالسيوم الموجبه بدات تدخل وانفتحت قنوات للكالسيوم، فبالتالي خروج بوتاسيوم ودخول كالسيوم راح يؤدي الى استقرار الجهد للخليه، لانه عندك يعني لنفرض كفرضيه شحنتين موجبه دخلت وشحنتين موجبه خرجت، فكم راح يكون المعصره؟ راح تكون صفر، لان كميه الدخول الكالسيوم هي نفسها كميه خروج البوتاسيوم، بالتالي كميه شحنه الموجبه هي نفسها كميه شحنه الموجبه الخارجه، فبالتالي راح تظل مستقره في خط واحد. هذه هي البلاتو فيز، فهذا طبعا يسموها ايضا فيز الثاني. طبعا بعدها راح نلاحظ انحدار في المنحني ورجوعه نحو الجهد السالب، وهذه حالة هي تمثل حالة الري بلورايزيشن او اعادة الاستقطاب، انه نرجع النمط الموجب والسالب داخل الخلية. هذه تحدث نتيجة لخروج ايونات البوتاسيوم او بوتاسيوم ايفليكس ايفليكس بوتاسيوم ايفليكس او خروج. طبعا هذه عملية دخول الايونات داخل الخلية تسمى انفليكس، طبعا من كلمة ان معناها دخول انفليكس، وايفليكس معناها اكسايت او خارج. فراح نشوف خروج البوتاسيوم اللي هو ايضا شحنة موجبة، فبالتالي الخلية بدأت تفقد شحنة موجبة، فايش صار بالجهد؟ الخلية بدأ يميل نحو السالب طبعا، وراها راح يستقر ويرجع لنفس الشيء اللي بدا منه. هذا طبعا يسمى فيز 3، مثل ما قلنا هي رابيد ريبولاريزيشن اعاده استقطاب. الحاله الاخيره تسمى ب فيز او المرحله الرابعه اللي هي ريستينج، او انه ترجع الخليه لجهدها الطبيعي السالب. كيف راح ترجع طبعا لجهدها الطبيعي السالب؟ راح فقط امسح هذه الكلمه، راح اكتب فور هنا حتى تعرفون الفكره. ترجع طبعا عن طريق انه لازم تكون ايونات البوتاسيوم كما كانت في البدايه هي الاكثر، وايونات الصوديوم تكون اكثر في الخارج. فكيف راح نرجع هذه الحاله بهذه الطريقه؟ عن طريق ادخال البوتاسيوم مره ثانيه بعد خروجه، ادخال للخليه يدخل البوتاسيوم ولازم يخرج الصوديوم ايضا، الكالسيوم ايضا راح يخرج. طبعا الصوديوم والبوتاسيوم راح يخرج الصوديوم ويدخل البوتاسيوم عن طريق مضخة تسمى بصوديوم بوتاسيوم ATPase، اللي هي تعتمد على أخذ طاقة من الخلية بشكل ATP حتى تدخل البوتاسيوم وتخرج الصوديوم. طبعا معلومة لازم تعرفوها، انه اكو شغله اسمها ريفلكتوري بيريود. ريفلكتوري بيريود كلمه ريفلكتوري تجي معناها تشبث، او بمعنى تقريبا معناها مقاومه. هي شنو؟ هي الفتره اللي تقاوم بها الخليه حصول اكشن بوتنشال جديد من اصلا عندنا اكشن بوتنشال حاضر ودا يصير في الخليه. يعني لما يصير عندنا اكشن بوتنشال داخل خليه القلب الان، احنا ما نريد اكشن بوتنشال ثاني يحصل بنفس الخليه في نفس اللحظه. ليش؟ لان هذا ممكن يؤدي الى مثلا في حاله الارثميه او عدم انتظام ضربات القلب. فكيف الخليه؟ طبعا في هذه الفتره، فتره دخول الصوديوم تقريبا فتره الكالسيوم، هذه الحاله تمثل حاله الريفلكتوري بيريود او الابسولوت ريفلكتوري بيريود، فتره التشبث المطلقه اللي مستحيل تقريبا يحصل اكشن بوتنشال جديد في هذه المرحله تقريبا. دي هنا هذه تمثل الابسولوت ريفلكتوري بيريود، اللي ما نقدر نسوي اكشن بوتنشال داخل الخليه جديد في هذه المرحله، اي انه ما نقدر نسوي اكشن بوتنشال ثاني
في هذه المرحلة تقريبا، بحيث تحصل عندنا مثلا أرثمية أو مشاكل. هذه المرحلة من هذا المخطط، خلينا نرسمها باللون الأخضر أيضا. هذه المرحلة تسمى relative refractory period. relative ليش تجي relative؟ لأنه مو أكيدة، ممكن يصير هنا action potential جديد، يعني في هذه المنطقة ممكن يصير action potential جديد بهذه الطريقة، ممكن يصير action potential جديد. طبعا هذه الحالة، هذه الحالة تسوي لنا مشاكل ممكن في حالة الأرثمية، لما عندنا عدم انتظام في ضربات القلب وممكن عدة ضربات تأتي نفس الوقت. فلذلك لازم نفتهم مبدأ الـ relative والـ absolute refractory period. طبعا عندنا أدوية لازم نعرفها اللي هي antiarrhythmic، ما راح أقدر أشرحها في هذا الفيديو لأن أراد لها تفصيل أكثر، لكن راح أعطي بعض الأدوية مثل عقار اللايدوكاين والكونيدين اللي يشتغلون على الصوديوم، يمنعون دخول او يسدون قنوات الصوديوم وبالتالي يمنعون حصول الاكشن بوتنشل حتى يقللون عندنا حالات الارثميا او عدم انتظام ضربات القلب. عندنا ادويه تشتغل على هذه الاي تي بي ايز وتمنع دخول البوتاسيوم وخروج الصوديوم مثل عقار الدايجوكسين او الديجيتاليس. وعندنا ايضا ادويه تشتغل على منع البوتاسيوم مثل عقار الاميدارون اللي يمنع قنوات البوتاسيوم انه تنفتح وبالتالي حفاظ على جهد الخليه حتى لا يحصل اكشن بوتنشال جديد وتحصل حاله ارثميه. اضافه الى ذلك راح نشوف التغيرات ايضا اللي تحصل بالاي سي جي ويا هذه الاكشن بوتنشال. طبعا راح نفرض انه عندنا هنا موجه اي سي جي، طبعا هنا البي ويف اللي نمثلها بهذا البي هي راح تكون في الاتريوم. هنا نتكلم عن فنتريكل مثلا في حاله العضله في الفنتريكل، ف هذا راح يمثل لنا الـ QRS complex. طبعا هذه الفترة هي الفترة بين الـ QRS، طبعا هنا QRS طبعا ليش رمزنا له بهذا؟ لأن يعني من يحصل الـ action potential راح تحصل عملية الانقباض داخل الخلية اللي هي متمثلة بهذه البداية أو انقباض داخل الـ ventricles، فهذه الـ QRS. وهذه الفترة راح تستمر إلى أن راح نوصل لحالة الريبلورايزيشن المتمثلة بالتي ويف. فهم هذه الفكرة أو فهم كيفية الـ QRS complex والتي ويف ويا الأكشن موتيشن مهم حتى نفهم بعض التغيرات اللي ممكن تحصل في حالة الأيونات لما ينقص مثلا عندنا الكالسيوم في الدم أو يزداد أو البوتاسيوم لما يزداد أو ينقص، فكيف راح تكون التغيرات أو أي جزء من القلب راح يتأثر. فلو فهمنا هذه راح نفهم الفكرة العامة وراء هذا الشيء، فهذه بالنسبة للتغيرات اللي تحصل في الـ ECG. شكرا للمشاهدة وإن شاء الله تكونوا استفادتوا. السلام عليكم.